بالنسبة لمشكل طلبة الطب، فأعتقد أن الحل في الحوار، وأنه لا بد من توجيه نداء لجميع الأطراف لكي تجلس على طاولة الحوار للإنصات المتبادل. وأعتقد أن المشكل ليس مشكل عويص، هو مشكل قابل للحل إذا كان هناك حسن نية من جميع الأطراف، وأنهم يبحثون بالفعل عن الحل، وأن نتجاوز المنطق الذي تدبر به الحكومة هذه الأزمات فينا وأخرى. إذا عدنا إلى نظام الأساسي للأساتذة، كان تقريبا المقاربة نفسها مقاربة، بدل ما أحد وزراء الحكومة كان تحدث عن أننا لا نقبل بلي ذراع الدولة، الآن هدف الإضراب ديال الأساتذة. الآن المقاربة هي المعاكسة، يعني نحاول أن نلي ذراع الطرف الآخر، يعني الطلبة، لكي ينصاعوا للحلول الموجهة أو الحلول المقدمة من طرف الحكومة. أعتقد أنه ينبغي أن نتجاوز هذا المنطق، وأن يكون هناك نوع من التحاور الإيجابي بين جميع الأطراف لكي نصل إلى حل يرضي، ليس 100% ولكن على الأقل يكون هناك توافق، ويكون يعني الرابح الأساسي هو المواطن وهو الوطن في نهاية المطاف. أعتقد على أنه هذه فرصة باش يمكننا نوجه نداء إلى مختلف الأطراف متعلقة بهذا الملف هذا ديال كل الطب، اسمح لي لرجعت له مرة أخرى، من أجل التعقل، لأن كل شيء عنده حل، سواء القطاعات الحكومية الوصية بحال قطاع التعليم العالي ولا الطب، وكذلك القطاعات الأخرى المتدخلة، لأنه العقوبات والتوقيفات لن تزيد الأمور إلا استفحالا. ما يمكنش بأي حال من الأحوال نهيو سنة دراسية نازل كلية الطب الخاصة والشركة كيقراو كلية الطب العمومية متوقفة. لا أعتقد أن هناك شيء غير قابل للحل، فقط شيء من الإنصات، لا من طرف الطلبة، يعني شويه يرجحوا المصلحه ديال 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 التكوين، ولا من طرف القطاعات الحكوميه الوصيه، يجلسوا في تقديري الى طاوله حوار. وكنعتقد على انه بعد هذه الازمه الكل مهيئ لحل، الكل يبحث عن حل، فقط ينبغي ان يكون هناك التقاء ديال الاطراف.